أسرار يا ناس أسرار في القلب تشعل نار. قالوا لي هو الحب هو الحب ما له قرار. قالوا لي هو الحب هو الحب ما له قرار. قالوا لي هو الحب هو الحب ما له قرار. أسرار أسرار يا ناس أسرار أسرار يا ناس أسرار. عدة مرات أتردد على مقهى ليالي تاريخية للأستاذ طلال شلبي في المظلوم. هذا في المظلوم وداوي كم مرة كذا. طبعا عنده أشياء تحف قديمة كذا يعني الأدوات المنزلية التاريخية القديمة، لكن في حاجة لفتت نظري وتسوي لها حلقة لوحدها. الصالة حق الزمان يا سلام، بالخشب وعليها زي الحديد كذا يمسكها زي الأحزمة محزمينها. وهذه الرجول حوريكم إياها. أنت الأستاذ طلال شلبي قلت بيجي التقال والله اشتريتها من واحد من مكة، يعني طاح عليها طيحة أنا ما شفت أقدم منها. شوف برميل شغل زي المثلث زاوية تحت كده وحامل ودينا متحت العبدة، يعني هذه تسوالها نص مليون وهذا هذا يدوي يعصر يدوي يعصر. تعال عصر عشان تعال عصر عشان نصور انت عصر. هاي حط الملابس كده ويعصرها. يا سلام يا مهدوت ومهدوت. الصناعة ايش؟ المانيا. انت جيرمان؟ اغلب الصناعات القديمة الاصلية يا المانيا. المانيا. هذه الغسالة. خلوني في حالي راضي بما جالي. خلوني في حالي راضي بما جالي. انا اللي اتعذب. خلوني في حالي راضي بمجالي. أنا اللي أتعذب. ملكم يا ناس مالي أسرار.